بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر أخوتي الكرام أخواتي الكريمات في ذكرى أيام الإمام الحسين عليه السلام. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم. حياكم الله سماحة السيد. إذن عودة بعد انقطاع سادتي الكرام مشاهدي هذا البرنامج المبارك بعد أيام فريضة الحج وعودة ضيفنا الكريم سالما إن شاء الله غانما دائما أبدا وبعد الأيام العشر الأولى من شهر المحرم الحرام. ها نحن وأنتم نستكمل هذا الموعد المبارك إن شاء الله كل يوم جمعة في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى. الساعة الثامنة مساء. نعم سماحة السيد، إحياء عاشوراء، السؤال الأكبر هو لماذا؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال هذا السؤال اللي الآن كثير من المؤمنين خاصة الشباب، أنه لماذا هذا الإحياء؟ والسؤال ملح أكثر من الطوائف الأخرى. لماذا هذا الإحياء؟ لماذا هذا التركيز على قضية الحسين صلى الله وسلم عليه؟ وهي قضية قد مر عليها أكثر من 1385 سنة. 1385 سنة، وأنتم الآن على حال تذكرون قضية الحسين بلوعة وألم وبكاء وجزع. لماذا هذا؟ في واقع الحال هناك جوابان. الجواب العاطفي أنه نحن نرتبط بأئمة أهل البيت وشيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، هذا شيء جميل وموجود ضمن مجموعة الأحاديث التي تريد أن تنمي الارتباط بأهل البيت صلى الله وسلم عليهم بشكل من الأشكال. ولكن أكو سؤال، أكو جواب أعتقده أهم. أنه لماذا نحيي عاشوراء؟ ولماذا هذا التركيز على قضية عاشوراء؟ في واقع الحال هناك أكثر من سبب، وقد هذه الأسباب إذا أردنا أن نعددها بشكل موجز ومركز أعتقد نحتاج إلى أكثر من حلقة. الآن حلقتنا اليوم تأخرت كثيرا في بدايتها، كان مفروض نبدأ بالثامنة. والآن لا يمكن لي أن أبحث كل هذه النقاط، ولكن سأذكر أسبابا ثلاثة. والأسباب اللي يمكن أن في واقع الحال ننهي بها الموضوع هي 10 منطلقات أو أسباب دعتنا لإحياء عاشوراء. ممكن نستكملها بالحلقة المقبلة أيضا إن شاء الله. في واقع الحال أهم أمر أعتقد نحن نحيي عاشوراء، وليس فقط عاشوراء، نحيي المناسبات الدينية ونحيي الشعائر الإسلامية حتى الحج. الحج نحييه وبشكل ملح، ونذهب ونقف في عرفات ونؤدي المناسك بشكل في الحر وفي البرد وفي الغلاء وفي الرخص وفي كورونا يعني. وهذا في واقع الحال هذا النوع من الإحياء لشعائر الإسلام وقضايا الدين، السبب المهم هو تنمية العقل. تنمية العقل، شنو يعني تنمية العقل؟ شوفوا إخواني، كثير من الأحيان نحن ننتمي ونرتبط
سواء بدين أو مذهب أو تعاليم أو فكر أو بيئة، هذا الانتماء وهذا الارتباط عادة ما يكون ارتباط ساذج أو عفوي أو عاطفي بحت. ترى أشخاصا الآن ينتمون لمذهب من المذاهب على أي أساس؟ نعم. ولا وجدنا على آبائنا على كذا وإنا على آثارهم مقتدون، وجدوا آباءهم، وجدوا عشيرتهم، وجدوا مجتمعهم، فهم مشوا على هذه الطريقة. نعم. وكذلك شوف واحد منتمي إلى مذهب، يا بشنو هذا المذهب؟ والله ما أدري، بس يعني إحنا هالشكل، إحنا هالشكل. هذا النوع من الانتماء أو نوع من الارتباط بأي منهج أو بأي مدرسة، إذا لم يكن للعقل دور، إذا لم يكن للتعقل دور والاستفهام والتبصر، أعتقد إحنا في واقع الحال راح نعيش حالة من عدم الوضوح في كثير من الأحيان. لذلك تشوف الآن شباب يسؤولهم مقابلات، أخي الكريم أنت من أي ديانة؟ يقول أنا كاثوليكي. ليش أنت اخترت الكاثوليكية وما اخترت البروتستانتية مثلا؟ يسوي لك هالشكل. يعني شنو هالشكل؟ هذا مو جواب. هذا شنو؟ ليش أنت شافعي؟ ليش مو حنبلي؟ ليش أنت جعفري ومو مثلا حنفي؟ ليش؟ هذا في واقع الحال في كثير من الحالات شوفه يقول والله ما أدري. عاشوراء، أنا أتكلم عن عاشوراء باعتبار محل بحثنا، وإلا هي قلت كل مناسبة، هي في الواقع تريد أن تنمي عندنا أمر العقل. نحن ننتمي لهذا الفكر أو ننتمي لهذه المدرسة أو ننتمي لهذا المذهب لأنه هناك دواعي جعلتنا ننتمي، جعلتنا أنت. استقد واحد من الشباب الآن يسمعني يقول سيدنا شنو الداعي إحنا يعني نبحث وراء العقل ودور العقل؟ نعم. شنو الداعي؟ خلينا إحنا وراء العاطفة، وراء على حال الانتماء العاطفي. أنا أقرأ لك آيتين أيها الشاب، آيتان من القرآن، طبعا عشرات الآيات، أقولها بصراحة عشرات الآيات تتحدث عن هذا الموضوع، بس أنا أذكر لك آيتان. آية الأولى من سورة الملك، وقالوا، اسمعوا يا جماعة ذول أهل جهنم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني أصحاب السعير، أصحاب جهنم، أصحاب جهنم مشكلتهم ما كانوا يعلمون وما كانوا يعقلون. مشكلة عدم التعقل، مشكلة عدم التعلم تنهي الإنسان إلى الخرافة، تنهي الإنسان إلى الضلال، وتنهي الإنسان إلى الضياع. مجالس أبو عبد الله الحسين سلام الله، أو حركة المولى أبي عبد الله الحسين، يعني الآن شوف واحد دخل معي في بحث قبل يومين أنه شنو الداعي أنتم تعتبرون أن الحسين على حق؟ نعم. قلت له خوش سؤال، أنت تقبل برسول الله؟ قال نعم أنا أعترف برسول الله. قلت تعترف بموسوعاتكم الحديثية والروائية؟ قال نعم. قلت له مثلا أي كتاب؟ قال صحيح البخاري. قلت له ممتاز، في صحيح البخاري هناك روايات تصرح على أن الرسول الأعظم قال أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. قال لو ما قال؟ قال لي هاي موجود. قلت أخو ما عندك مشكلة. قلت لي كيف يمكن أن يقتل شخصا سيد شباب أهل الجنة ونعتبره على حق؟ حسب تعبيرنا واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني قضايا لو أتكلم ويا ابني بديهية. أحسنتم، يقول إيه شلون يعني؟ فيكون هم القاتل وهم المقتول كلاهما على حق، شلون يصير؟
إلا أن تقول أن القاتل يعني يزيد وجهاز يزيد والأموية بشكل عام أن هي الحق والحسين هو خارج على دين جده، خرج عن دين جده فقتل بسيف جده كما هي الفكر الأموي. يقول خب هذا راح يكذب رسول الله، راح يكذبه، تكذيب رسول الله كفر، شلون تكذب رسول الله؟ رسول الله يقول أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتاي. خب شلون؟ فهذا يثير العقل، يعني يثير التفكر، يثير التنبه. مجالس الحسين في استعراض قضية الحسين وبيان منطلقاتها وأهدافها ونتائجها، هذه تنمي عند الإنسان الواعي، الإنسان الملتزم، على أننا على بصيرة من أمرنا، على أن نكون على بصيرة من أمرنا. فإذن هذه الآية اللطيفة سورة الملك بداية جزء 29 في هذه الآية التي تقول هكذا، آية 10: وقالوا أهل جهنم لو كنا نسمع أو نعقل، لو شوية إحنا مستمعين، لو شوية منتبهين، لو شوية متعقلين، لو شوية يعني ماشيين عقولنا في هذه القضايا، ما كنا من أصحاب في أصحاب السعير. آية أخرى في سورة البقرة وقلت عشرات الآيات: وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله يبين القضايا والأمور والمسائل حتى يثير الأمر العقلي. وكما ورد في الحديث الشريف أن الله على حال له حجتان: حجة باطنة وهي العقل، وحجة ظاهرة وهي الأنبياء، إرسال الأنبياء. يرسل الله الأنبياء ليثيروا دفائن العقول، ليثيروا دفائن العقول. هذه في واقع الحال من العوامل والأسباب المهمة جدا في إحيائنا لقضية عاشوراء، على أنه نثير الأمر العقلي ونحفز العقل ونتعقل القضايا ونتبصر المسائل، لا نكون على عماية. الإمام الحسين في يوم العاشر، قرأنا يعني قصة كربلاء يوم العاشر تسمى بالمقتل، هي قصة حقيقية ووردت على ألسنة كثير من المحدثين. نعم. الإمام الحسين يتكلم معهم محاضرة طويلة، نلاحظ خطاب سيدنا. نعم. خطاب طويل ومحاضرة طويلة، ولكن هم على حال. وبعدين قالوا يا شيعة آل أبي سفيان، إن كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، إذا ما تخافوا من الله صيروا أحرار، ليش تكون إمعة؟ هاي الإمعية، هاي التبعية الغير المتعقلة الغير المتفهمة تجركم إلى النار. هذا السبب. وقلت هناك على حال كثير من القضايا اللي يمكن أن نتكلم عنها. نعم. شنو عندكم اتصال؟ بس سيدنا لا، بس ردت أقول لحضرتك أنه الوقت الخاص بهذه الفقرة انتهى، فإذا تحبون نضيفون شيء. إذا ماكو اتصال خلينا نكمل. تفضلوا سيدنا، عندنا مجموعة أسئلة برسائل وصلت، ولكن ننوه خلينا نكمل. نعم. أنه بإمكانهم أن يتصلون بالوقت اللي يناسبهم، الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. تفضلوا استمروا، لأن وقتنا اليوم كلش ضيق، وخلينا نبحث المسألة هذه، وهذا موضوع مهم جدا. أي قد تكون مسألة فقهية جيدة إذا واحد يتصل، أما أنه نيجي نطرح الآن قضية فقهية وردت في بريد البرنامج الآن على حال قد يشوش على الأخوة المشاهدين أصلا المطلب. السبب الأول شنو كان؟ السبب الأول لإثارة العقل وتقويته في النفوس وفي المجتمع. السبب الثاني في إحيائنا لمناسبة عاشوراء والمناسبات الدينية في الواقع لتقوية دور العلم والعلماء، دور العلم والعلماء. يعني جاءت عاشوراء وجاءت المعارف الدينية لتقوية جانب العلم، العقل. ذاك العقل قلنا الإنسان يتعقل الأمور بنفسه لوجود العقل عنده. العلم يعني مجالسة أهل العلم والجلوس في المحاضرات والجلوس في الندوات، مطالعة الكتب. نعم. هذا يحفز الأمر العلم
ودور العلماء في الأمة، وهذا تحتاجون أتكلم في هذا الأمر. وعدكم اتصال، عندنا اتصال سيد، نرجع اتصال. لا بس إذا كان عندنا فرصة إن شاء الله نرجع للاستكمال. الأخ علي من بغداد، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك مولانا؟ حياكم الله، بارك الله بكم. سؤالك سيد خصوص الرعاية الاجتماعية، ايش بيها الرعاية الاجتماعية؟ أنا كاسب يعني ودخلي بسيط، وقدمت على الرعاية هسه، يحق لي أو ما يحق لي؟ شنو تشتغل علي؟ أشتغل عامل بمحل. عامل بمحل صانع يعني؟ محل مال مواد إنشائية وأنا عامل به. واضح واضح. عندكم استفسار سيدنا؟ لا. إن شاء الله تسمع الجواب أخوي علي، تحياتي لك. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. تحب نكمل المطلب السابق سيدنا؟ لو تحب نستمر باستقبال اتصالات الموضوع. لا نكمل. أكو اتصال يعني؟ لا قصدي نجاوب على السؤال يعني. كيفكم؟ طبيعة خلي نتكلم عن البرنامج عن الموضوع بعدين نرجع إلى آخر الحلقة إذا ما في اتصالات أخرى نجاوب على السؤال. تفضل سيد. شلون نقوي دور العلم والعلماء، وهذا وين دليله يعني؟ شنو الدليل؟ ما شاء الله من الآيات والروايات التي تتحدث على أنه فضل العلم وفضل العلماء الكبير حتى على كثير من المسائل المستحبة في الدين. نعم. شوفوا أخواني، أنقل لكم رواية طبعا هي طويلة وأنا أخذت قطعة من عدها، تبين على أنه مجالسة أهل العلم، تدرون محاضرات العاشورائية، محاضرات الحسينية، المجالس الحسينية، هي ليست فقط لطم لهذا العدو والمناوئون للفكر الإسلامي أو الشيعي، يحاول أن يقول هذا بس لطامة. لا، مو لطامة، اللطب جزء، أكو هناك محاضرات، أكو هناك ندوات، أكو هناك على أي حال قضايا معرفية كاملة. فنحن مجالسة أهل العلم سيدنا، مجالسة أهل العلم نتحدث عنها بعد ما نأخذ اتصال بعد منكم. أم مريم أختي الكريمة تفضلي. رحم الله والديك. حياكم الله، تفضل أختي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أريد هذا السؤال يحيزني. نعم. أنا تابعت على اليوتيوب السيد أبو تربة شافي الإمام، هل هذا حقيقي؟ طيب عندي سؤال ثاني. لا أريد هذا، لأن سيد حسين الصافي من لسانه، أنا نحيرني هذا الجواب، أريدك جواب سريع ترديه. شو يسوي أم مريم؟ شنو هذا السيد أبو تربة؟ شنو يسوي؟ شاف الإمام المهدي صعد للسماء، صحيح هذا عند السستاني، قال حضر جلسات ويا السستاني، صار واضح. أكو ثلاث جلسات. صار واضح، تسمعين الجواب إن شاء الله. عندي سؤال ثاني أم مريم؟ لا لا. السلام عليكم. هاي سؤالها ما دام يعني سؤال مدري شوية يعني غريب، خلي أجاوب عليه. تفضل. حجية، شوفي، هاي الادعاءات كاذبة وخرافات وتخرصات، يطلع والله أبو تربة، واحد أبو الكذا، واحد ماذا صعد للسماء، هذا الحكي ما له أي قيمة علمية ولا قيمة على حال ديني أصلاً. والتصاق الجماعة والله أنا كنت أدرس بالحوزة وعند فلان، هذا كله كذب. عند من يدرس؟ المرجعية الآن أكثر من 25 سنة على حال ما تدرس، وين درس هو؟ إيش قد عمره حتى 25 سنة ما جاء درس المرجعية، الظروف اللي كانت وكذا. تقصد المرجع سيد؟ بلي. فأقول يعني هذا الكلام كله كذب وكله دجل وكله خرافة، وعلى حال يردون الطشة ويردون نوع من الإثارة، فلا تستمعوا إليهم. وهذا اللي الآن بيّنته، أنه مجالس الإمام الحسين ومجالس على حال الشعائر الحسينية تقوي جانب العقل. عقل شنو التربة صعدت للسماء؟ وانت منو حتى تصعد للسماء؟ شنو دليلك على أن تصعد للسماء؟ منو اللي على حال يصدق هذا الأمر؟ لذلك القرآن الكريم دائما لما واحد يدعي يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. وين برهانك؟ اعطيني برهان. برهان أنا برهان يا أنت مدعي، أنت مو برهان. برهان يعني دليل. ولا شي تحضر عند فلان، حضورك عند فلان مو مهم. هواي كانوا يحضرون عند رسول الله وانقلبوا على رسول الله،
ناس كانوا على حال يقاتلون مع علي بن أبي طالب وتركوا الجبهة الحق راحوا قاتلوا الحسين. هذا ليست على حال ليست نعم. تبريرات وأسباب حقيقية. شكرا للأخت أم مريم لهذا السؤال، لأنه بصراحة ربما يدور هذا الموضوع بأذهان الكثير من الناس، وشكرا جناب السيد على التوضيح. عندنا اتصال من الأخ أبو علي، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يسلمك، عظم الله أجوركم أجمعين إن شاء الله. الله يحفظكم. سؤالك أبو علي. سؤالي أنا صاحب حسينية. نعم. وعندي الحسينية طولنا مثل هاي الزوالي بنكات فتمتلف سيد. نعم. يعني من استخدامهم التلفان، فأنا بين صاحب موكب، يعني بين أخذهم أو الدين إما بالموكب اللي تلفانات. يعني هنا مثل هاي البنكات سيدنا أو المبردة أطلت أو بنكة أو ثرية أو فشي، فهذا اللي دابين تدري وقف هو الجامعة الحسينية. شلون هنا يعني صورة زين أبو علي، هي إذا عطلت المروحة أو غيرها ليش توديها الموكب؟ بما راح تستفاد منها بالموكب؟ لا ما وديها الموكب سيدنا، هاي بس الزوالي هاي البنكة تعطر سيدة ذبنا المتس وهي 20-25 ألف. بس شلون يعني من الحلال والحرام؟ بس هاي أنا خاف الزوالي. يعني ما مقابل التصليح هاي الأجهزة ما تصلح؟ سيدنا ما تسوى، هي كلها صيني تجارة تدري بي أنت، مو أصلي على تسوى 175 ألف. خير إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله أبو علي. أيوة سيدنا، الله يطول عمرك، الله يحفظك. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. نرجع إلى مجالسة أهل العلم سيدنا، كنت تتحدث عن هذا الموضوع المهم. شوفوا واقع الحال، هذه الأسئلة والجات هالاستفتاءات هذه كلها دعوة إلى أنه يا جماعة تعالوا التصقوا بأهل العلم واستفهموا الأمور. إجا واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يذكر الرواية على حال مجموعة من المحدثين منهم صاحب كتاب مشكات الأنوار، شو يقول؟ يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله، شوي انتبهوا شوف شلون جاي يقيس الأمور، يا رسول الله إذا حضرت جنازة، جابوا جنازة واحد مؤمن، تشيع جنازة مستحب لو لا؟ نعم. ها؟ بالتأكيد تشيع جنازة مستحب. إذا حضرت جنازة وحضر مجلس عالم، أكو درس أو محاضرة وأكو جنازة، الجنازة أروح وراها وأشيعها وأدفنها ثواب ثواب. طبعا إذا كان أحد يقوم بالأمر ثواب، أما إذا ماكو أحد فواجب عليه، واجب كفاية. فهذا ثواب. وحضور مجلس حسب تعبيرنا مجلس العالم هم موجود. أيهما أحب إليك أن أشهد؟ أي واحدة أروح لها؟ خوش سؤال. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن كان للجنازة من يتبعها، يعني أكو ناس يعني يرتبون أمر الجنازة وتغسيل وتكفين وكذا تشي، إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها فإن حضور مجلس عالم أفضل، اسمعوا جيدا، أفضل من حضور 1000 جنازة ومن عبادة ومن عيادة 1000 مريض. نعم. 1000 مريض تروح تعود ايش قد ثواب. حضور مجلس العالم أفضل بعد، ومن قيام 1000 ليلة صلاة الليل، 1000 ليلة. 1000 ليلة تدري يعني قد 1000 ليلة؟ يعني تقريبا 2.5 سنين أو 3 سنوات إلا شوي. صلي صلاة الليل، حضور مجلس عالم أفضل. هذا مو مبالغ، هذا رسول الله يتكلم على أنه شوفوا مجلس العالم إيش قد له قيمة، حضور المجالس العلماء والاستفتاء والاستفهام والسؤال إيش قد مهم. للأسف إحنا بعض الأحيان نشوف أنه ندخل في مكان فيه شباب كذا، لا أحد يسأل، لا أحد كذا، سكوت. ليش؟ هل إحنا وصلنا إلى مستوى عالي من العلم والفهم والثقافة بعد ما نسأل بشيء؟ هذا يعني غفلة صافة، أنا ما أفسر إلا الغفلة. فتركيز على هذا الاتجاه. خلي أكمل الرواية. وحبلي أفضل من عيادة 1000 مريض ومن قيام 1000 ليلة ومن صيام 1000 يوم ومن ألبلي ومن 1000 درهم يتصدق بها على المساكين ومن 1000 حجة سوى الفريضة. 1000 حجة تروح. هذا شنو هذه؟ هذا في واقع الحالي يريد يقول أيها الناس حضور المجلس العلم والمحاضرة ومراودة العلماء
والسؤال منهم والاستفهام منهم والتعلم منهم، هذا في واقع الحال مطلب أساسي في الدين، مطلب أساسي في الدين. وإحياء عاشوراء إنصافا، وأنتم حاضرين يعني ماكو مجلس، يعني نادر أن يكون مجلس خالي عن المحاضرة الدينية، نادر من مجلس يكون خالي عن الندوة الثقافية العلمية، وهذا في واقع الحال هو الذي يجعلنا ويحفزنا على أن نحيي شعائر عاشوراء بشكل من الأشكال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء. عجيبة هاي، ناس لا هم أنبياء ولا هم شهداء، بس الأنبياء والشهداء يغبطونهم، يعني هنيالهم، يقول هنيالهم أحسنتم. يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده، يعني يقربون الناس إلى الله ويحببون الله إلى الناس. قلنا: هذا حبب الله إلى عباده، فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. شوفوا، هذه في واقع الحال دعوة مهمة جدا على أنه تعالوا لنركز هذا المفهوم، مفهوم العلم والثقافة والفهم. وقلت هذا البحث بحث طويل إنصافا، أحتاج إلى أكثر من وقت حتى نقدر أن نستوعب. طبعا هذا سببين مهمين، تنمية العقل، والثاني هو على حال تقدير العلم والعلماء وبيان فضلهم. نحن سيدنا عندنا دقيقتين وعندنا تقريبا سؤالين. السؤال الأول كان من الأخ علي من بغداد، يسأل يقول: أنا كاسب عامل في محل، فهل يحل لي أن أستلم راتب رعاية الاجتماعية؟ في الواقع هذا يرجع إلى القوانين التي هي موضوع لهذا، يعني قانون الرعاية شي يقول؟ هل قانون الرعاية يقول يشمل، قانون يشمل العمال، يشمل الصناع، يشمل ما أدري، شوف القانون. إذا كان قانون يشملهم هنيئا خد يروح، أما إذا لم يشملهم بعد هو يعرف تكليفه، الفيصل القانون، فارجعوا إلى القانون. جزاكم الله خير، أحسنتم سيدنا. الأخ أبو علي يقول: أنا صاحب حسينية، فينطوني زوالي وبنكات وأشياء ثانية. يقول: البنكات لما يعطلن أنا أذبهن، والزوالي لما يصيرن قديمات كلش أنا أوديهن للموكب، فهل هذا يصير أو ما يصير؟ في واقع الحال للأسف يعني بالعراق أنا أتألم من أشوف أنه أي شيء يعطل يرمونه، يعني ماكو ثقافة التصليح والصيانة. يقول: والله لأنه صيني تعبان. ليش إحنا نشتري صيني؟ يعني أنت لما أموال يقول يجيبونا ياهن سيد، إذا أحسن إذا جابوهن وما فين فائدة بعد خلص تفقد قيمتها وفائدتها. أما إذا كان في واقع الحال يمكن استفادته في مكان آخر أو يمكن انتفاع به، فلا بد من انتفاع به. أما إذا لا فقد يعني انعدمت المنفعة، فيمكن ماذا؟ أن يبيع ولو بشكل من الأشكال كحسب تعبيرنا خردة ما خردة، ومكانه يقدر يهيئ وسيلة أخرى أو آلة أخرى. أيضا الفلوس هترجع للحسينية بلا إشكال، بلا إشكال. هو قال أحيانا الزوالي السجاد القديم بني اللي ما يصلح بعد الحسينية أخذه للموكب، يقول هم جايبي ليها للحسينية بني. نفس الكلام، إذا كانت الموقوفات قابل للمنفعة وقابل للاستفادة جيد، وإلا فيمكن أن ننقل إلى مكان مثيلة، يعني مماثل مسجد آخر أو حسينية أخرى. نعم، حسينيتنا الحمد لله زواليها زينة، هذه مستغنين عنها نوديها إلى حسينية أخرى. من وين لحق سيدنا يتصرف هذا التصرف؟ متولي بإجازة الحاكم الشرعي. أحسنتم سيدنا. عندكم إضافة؟ إحنا في الثواني الأخيرة من البرنامج على امتداد القضية الحسينية وذكر في واقع الحال إخواني، قضية عاشوراء قضية أساسية ومهمة، وكلام كثير صار فيما يرتبط بإحياء عاشوراء. لا يعني لن مر على هالقضية بعشرة أيام وما أدري رفضة الطويريج وانتهت، لا لا لا، لابد في خلال هالأيام إلى 40 أن ننمي أنفسنا
فهمنا عقائدنا وتفكيرنا ومراجعة كثير من الحسابات. أنا أشكر بعض الشباب يراسلوني من المذاهب الأخرى بدأوا يراسلون وسيدنا نريد نفهم شنو المطلب، وهذا أمر طيب أنه واحد يرجع إلى التراث الصحيح أو التراث الديني المسلم عند الفريقين حتى يقدر أن يفهم الحق عن الباطل ويعرف ما جرى بالتاريخ بشكل صحيح. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، عميق الاحترام لحضرتك وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به سيدنا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بك. الله يحفظكم. الشكر موصول أيضا لكم إخوتي الكرام سادة الأفاضل مشاهدي هذا البرنامج المبارك. لنا لقاء إن شاء الله الجمعة المقبلة الساعة 8 مساء، هذا هو الموعد الثابت بإذن الله تعالى.